مهند، مهند في اهلك رح يوصلوا. مهند عم قلك في. ماشي. في صوت حدا برا، قوم شوف مين. يلا يلا. ماشي يا عيني، فقت. لسه ما حلن يوصلوا. حاجت تبارد. تفضلي بوشخانو. أنا حاسة إنك مبسوطة برجعتك عالبيت، وشك عم يضحك. اشتقت لبيتي. أحلى شي رجعة عالبيت. طبعاً حبيبي. أنا ما شبعت من باريس. لو ما صابني رشح ما كنت رجعت. ما عندي شك. بالأول من شاني أنا أخذوني على ديزني لاند. بقينا 3 أيام. بس أنا فيني أعيش عمري كله هنيك. من شان نكون قراب كثير من السوق الطويل، نزلنا بفندق كبير اسمه سان هونر. يعني فاروز خانم فيها تعيش هنيك كل عمرها. اشتريت واشتريت واشتريت واشتريت. لا تحكي، عيب. ليش انا عم كذب؟ اشتريت شي 8 أو 9 شنط ما عديتهم والله. واشترينا هدايا كثير. وإلك كمان. شوفتكم احلى هديه. اشتقنا لكم كثير. نحن كمان اشتقنا لكم بشير. هاتي لشوفي عم بيتصل. مراد ممكن بعد لو سمحت؟ لميس خانم، كأنه هاد الولد نيته صادقة، ما عم بيتراجع أبدا. وأنا كوني أخوه الوحيد لازم روح وأحكي معه. فيك تسكت؟ أنا بعتذر. وأنا اشتقت لك كمان. تعالي المساء مشان أعطيكي هدايا فريدو. أنا رح أجي بس منشان أسمع قصص الرحلة. شو التقيتوا مع شي حدا؟ ايه طبعاً التقينا، عائلة أسيل كانوا هنيك، ونحن وراجعين شفنا عائلة وهدان كمان، حكيناهم بس تليفون. ماما انبسطت بالرحلة؟ السلطانة فيروز ليوم الرجعة كانت كتير منيحة، بس كأنه عينه صابتها بالأخير. بتحاكيها؟ أنا بحاكيها من البيت، ما عم أقدر أحمل راسي. عم بتقول بتحاكيكي بعدين. يلا المسا بنحكي بالتفصيل الممل، سلميلي كتير عادنان. بيوصل، مستنيتك اليوم. بيسام بتسلم عليك حبيبي. الله يسلمها. جايين؟ ايه جايين. كتير اشتقت له لفريدو. صحة. يرحمكم الله. معافاية فيروز خانم. بتشكركن. حاسة اني كتير تعبت، بس وصل على البيت رح حط راسي ونام. معناها رح اقول لبيسام بلا ما تجيب لصغير ماما. ايه بس ان شاء الله يكون مهند رتب البيت لبين ما نوصل. حفلاته كل يوم للصبح. طبعا بده يرتبوا، نحن ما دخلنا. تفضلي العصير. اجوا اجوا. ممكن تروحي تجيبي لنا شوية خبز محمص؟ ماشي. مننزل نستقبلهم؟ ما في داعي. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسلمك يا سليمان، كيف صحتك؟ تسلم. كيف كانت عطلتكم سما الخانم؟ إن شاء الله انبسطتوا. إيه الحمد لله، كتير كانت حلوة.
مهند. اهلا اهلا اهلا. كثير اشتقت لك. وانا اشتقت لك يا سبع، اشتقت لك خيرات الله. تعال اعطيني بوسة. كيف رحلتكم؟ ممتازة كثير. اوه وصلت لعنا الخانم الباريسية. اهلا وسهلا يا انسة. اوه مين عنا هون؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم لي اياكي. عم تبقي هون؟ ايه خطيبتي لساعتها بضيافتنا. الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا. الله يسلمكم. مرحبا. كيفك مهند؟ ممتاز. مرت عمو؟ بلا ما بوسك ممكن يكون انعديت من ماما. كيف كانت عطلتكم؟ منيحة. باريس كيف كانت؟ بتسلم عليكي. كتير حلوة كتير. بسطنا خيرات الله. بالأول راحوا من شان ديزنيلاند. وخلص مراد. التفاصيل بعدين تحكيها. إذا بدكم تاكلوا بخليهم يحطوا لكم فطور. بتشكرك. بشركة ما رح تبقى معنا هون مو شي حلو؟ طبعاً كتير ممتاز. لأنه عم بعمل شوية صيانة ببيتي. كنت رح أنزل بفندق بس مهند أصر يجيبني لهون على البيت. طبعاً خير ما عمل. وهون بيتك كمان. ايه شو اشتريتولي؟ ان شاء الله تكونوا جبتولي بارفان. انا جبتلك بس اصبر شوي صغيرة شنات يطلعون على الغرف. من بعد اذنكن انا تعبان شوي. طبعا طبعا مرت عمو خدي راحتك. انا طالع غير ثيابي وانتو عدوا افطروا. ماشي عمو خد راحتك. منشوفك. تعدي حبيبتي. اهلين حبيبي. ايه مراد لبين ما اختك تجيب لي الهدية انت احكي لي لشوف كيف كانت الرحلة. رح اعطيك الهدية واخلص. شوفي حبيبتي. شو شوفي؟ ما بعرف حسيت كأنك انزعجتي من شيء. إذا بقول ما انزعجت بكذب. قال بخليهم يحطوا لكم فطور. البنت عم تحاول تقوم بالواجب وبس. أنا برأيي مو بس هيك. أخذي راحتها. ماما معها حق. مهند عطيها كل الحرية بغيابنا. أنا بلشت أتوسوس وخايفة من هالبنت. لازم نحسب لها ألف حساب. هلأ عم بتبين إنها مسكينة بس بعدين بتشوف شو راح تعمل. عم تحكي عن جد ولا عم تمزحي؟ ما عم بقدر افهم. انا متاكد انك عم تمزحي مو هيك؟ ماشي يمكن يكون بالغت بس ماني حابه اكون مع وحده غريبه ببيتي. هي ما عادت غريبه يا سمر، رح تصير مرت مهند. معك حق. رح اتحمم بلكي برتاح. ماشي. Mm-hmm.